أهلا بكم وإلى العناوين. عودة الرئيس سعد الحريري. الرئيس اللبناني يطالب بعودة الحريري من الرياض، وواشنطن تدعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله وآليته الدستورية. بوتين وترامب يؤكدان ألا حل عسكريا في سوريا ويتفقان على إنهاء داعش ودعم وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد. البحرين تتهم إيران بالوقوف وراء تفجير خط النفط، والسعودية تعلق تصدير الخام للمنامة. رئيس وزراء الجزائر يتهم بلدانا عربية بإنفاق 130 مليار دولار لتدمير ليبيا واليمن وسوريا. دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون السعودية إلى توضيح الأسباب التي تحول حتى الآن دون عودة رئيس الحكومة سعد الحريري. وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده لا تقبل أن يكون رئيس وزرائها في وضع يتناقض مع الاتفاقات الدولية. الرئيس عون أضاف أن أي شيء قاله أو ربما يقوله الحريري لا يعكس الحقيقة بسبب الغموض المحيط بوضعه في السعودية. ونقلت رويترز عن مسؤول لبناني أن عون أبلغ سفراء أجانب أن الحريري مختطف ويجب أن يتمتع بالحصانة. ماراثون بيروت أخذ معانيه الخاصة، هي فيها معاني تضامن، هي معاني وطنية، ولذلك حابب اليوم أنه يكون شعاره عودة الرئيس سعد الحريري. وبعتقد أنه العالم كله سواء كان رياضي أو سياسي بده يحترم شرعة الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية اللي بتعطيه كل الحصانة. نحن ما نقبل أبدا أنه يتطبق علينا غير ذلك. نحن ما قدمنا للمملكة العربية السعودية إلا كل محبة وكل صداقة. الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت أن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله وآلياته الدستورية. وأضافت في تصريح صحفي أن واشنطن تعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري شريكا جديرا بالثقة، وأن قوات الأمن اللبنانية هي السلطات الأمنية الشرعية الوحيدة في البلاد، مشددة على أن واشنطن ترفض أي محاولات لتهديد أمن واستقرار لبنان أو لاستخدامه قاعدة لتهديد دول المنطقة. اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على تأكيد أهمية دحر داعش في سوريا، وجاء في بيان للكرملين عن لقاء الرئيسين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في فيتنام. جاء أنهما اتفقا على ألا حل عسكريا في سوريا، وأن الحل يقوم على أساس عملية جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، وأكدا دعمهما لوحدة وسيادة واستقلال سوريا وعدم قبول أي طرح على أساس مذهبي فيها. كما شددا على أهمية مناطق خفض التصعيد كخطوة أولى لتخفيف العنف في سوريا. يمكننا القول إن العمل على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ كان مفيدا وناجحا، لأنه لم يكن من السهل التوصل إلى اتفاق بشأن سوريا. وقال الرئيس الروسي أيضا إن العمل العسكري للقضاء على الإرهاب في سوريا يقترب من نهايته، وأنه يجري تمشيط الضفة الشرقية للفرات بعد تحرير البوكمال. ولفت إلى أهمية تهيئة الظروف لإطلاق العملية السياسية في سوريا. ومن جهته قال ترامب إن الاتفاق بين أمريكا وروسيا بشأن سوريا سينقذ عددا كبيرا من الأرواح، مشددا أمام الصحفيين في طائرته الرئاسية مشددا على أهمية وجود علاقة طيبة مع روسيا. مصافحة حارة وأطراف حديث بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك في دانانغ بفيتنام.
برغم تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أنه لن يكون هناك لقاء رسمي بين بوتين وترامب لأن الأخيرة أجندته مزدحمة، كشف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أن الرئيسين جمعهما على هامش القمة الاقتصادية حديث سياسي محوره سوريا، وافق خلاله على مواصلة الجهود للقضاء على داعش، وأكد أن لا حل عسكريا في سوريا، كما شدد على الالتزام بسيادتها واستقلالها. كذلك اغتنم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون الفرصة للقاء وإجراء محادثات قصيرة على هامش القمة من دون الإفصاح عن تفاصيلها. اللقاءات السياسية وأن خطفت أضواء الحدث الاقتصادي، إلا أن ممثلي دول الشراكة عبر المحيط الهادئ توصلوا إلى اتفاق إطاري لتجديد اتفاقية التجارة فيما بينهم، وذلك في أعقاب انسحاب أمريكا منها، وأصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه التزامهم التجارة الحرة والمفتوحة. هذه البنود كانت في دائرة الخطر بعد الانسحاب المفاجئ لواشنطن بداية العام، ما أجبر الدول الإحدى عشرة الباقية على إعادة النظر في مزايا اتفاقية تجارية أفقدتها فجأة حق الدخول إلى سوق الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم. قال وزير الداخلية في البحرين إن محاولة تفجير خط النفط في منطقة بوري تصعيد إيراني هدفه ترويع المواطنين والإضرار بصناعة النفط في العالم. الداخلية البحرينية أعلنت أن انفجار خط النفط أمس ناتج من عمل تخريبي، وهو خط سعودي بحريني. وإلى هذا، علقت وزارة الطاقة السعودية ضخ النفط إلى البحرين بعد الهجوم على خط الأنابيب، وأضافت أن المملكة كثفت من إجراءات الأمن الاحترازية في منشآتها النفطية. الوزارة وصفت العمل بالعدواني، وقد جرى إثره تعليق ضخ الزيت إلى مملكة البحرين ورفع الاحتياطات الأمنية في كل مرافقها. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن قضية الإرهاب تشرف على نهايتها بعدما فقد داعش جميع معاقله، وأضاف في كلمة بعد انتهاء الاجتماع الثلاثي الذي ضم رؤساء السلطات الثلاث، أضاف أن بعض الأطراف الإقليمية والدولية فشلت في تقسيم المنطقة أو زعزعة استقرارها. قضية الإرهاب تشرف على نهايتها، ولم تعد أي مدينة بيد داعش. إن شاء الله سيقضى على الإرهابيين في المنطقة في المستقبل القريب. الأعداء كانوا بصدد تقسيم المنطقة وزعزعة حدودها الجغرافية، لكنهم فشلوا في هذا أيضا. لقد كنا أمام نجاحات كبيرة في المنطقة، ومن الطبيعي أن نشهد غضب الأمريكيين والصهاينة وأذنابهم. وفي العراق، أعلن قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات الفريق عبد الأمير رشيد يرى الله أن القوات العراقية عبرت نهر الفرات وأحررت جسر الرمانة وناحية الرمانة بالكامل. يرى الله أضاف أنه جرى تحرير 9 قرى أخرى، وأن القطاعات تصل إلى الحدود العراقية السورية وهي مستمرة في التقدم. فاصل قصير وسنعود. من جديد أهلا بكم. اتهم رئيس الوزراء الجزائري أحمد دايو ويحيى ما سماها البلدان الشقيقة بإنفاق نحو 130 مليار دولار لتدمير ليبيا واليمن وسوريا. جاء ذلك خلال جولة ليحيى في الجزائر قبل الانتخابات المحلية. أهدوا الناس اللي كانوا طرف المؤامرة. سمعت مسؤول كبير من دولة من دول الخليج قال صرفوا أكثر من 130 مليار دولار باش ريبوا ليبيا وريبوا سوريا. صرفوا 130 مليار دولار باش كيديوا جندي. ويحيى وفي ولاية أخرى زارها في جولته تساءل كيف سيكون حال الجزائر لو لم تنجى من كارثة الربيع العربي. كي خرجنا الرئيس من مأساة الإرهاب هذاك الوقت كنا نقاتلوا بعضنا بعض احنا الجزائريين. شوفوا الآن الشهادات اللي راهي تطلع على واش صار في ليبيا، أن دمار ليبيا جاء من الخارج،
جاء من أشقاء صرفوا 130 مليار دولار باش يكسروا ليبيا وسوريا وهما اللي راهم يقولوا اللي داروا. تصوروا لو ما خرجناش من الهم، تصوروا لو ما فريناش مشاكلنا بعضنا بعض، تصوروا لو ما رجعناش الأخوة والمحبة بعضنا بعض وصبحنا جدار في وجه الخارج وسلكنا من الكارثة التي سميت الربيع العربي. تصوروا واش كان غادي يصير في الجزائر. ومن الجزائر ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور كمال قرابة. أهلا بك دكتور. من هي هذه الدول التي وصفها بالشقيقة لكنها دمرت هذه الدول وكان المخطط باتجاه الجزائر؟ شكرا سيدتي ولأسرة القناة على إتاحة هذه الفرصة. أولا يجب أن نقول أن ما سمي بالربيع العربي ليس وليد بشكل مباشر للمؤامرة الخارجية أو التدخل الخارجي، إنما الذي صنع الربيع العربي هي البيئة السياسية والبيئة الاجتماعية التي كانت تعيشها هذه الشعوب وهذه المجتمعات. فلما تكون الوسائل السياسية ولما تغلق العملية السياسية وتخنق الحريات فإن هذه البيئة ستجعل مجالا واسعا للتدخلات الأجنبية ومجالا أيضا للاستثمار في كل القوى التي ترى أنها متضررة من هذا الواقع. وما صرح به السيد يحيى وهو رجل دولة ويعلم جيدا ما يقول، ونحن في الجزائر مررنا بالتجربة بسنوات العشرية السوداء أو العشرية الحمراء كما يسميها البعض، فهذه المأساة الوطنية بمتابعة وباستقراء لكيف بدأت وكيف تطورت، لأنها الآن أصبحت تجربة والكثير من الخيوط التي كانت تحاك بها ما يجري في الجزائر الآن اتضحت، فاتضح الدور الأجنبي في الجزائر، وأن الدور الأجنبي ليس بالضرورة شقيق أو عدو أو قريب أو بعيد، ولكن السبب الرئيسي الذي نرى أن الدول لما لا تستطيع أن توفر بيئة يلتقي فيها كل فرقاء أو في كل أبناء الوطن الواحد وتصان فيها الحريات ويكون فيه جو من المنافسة والديمقراطية ولا يكون فيها رأي طيب أحادي. هذا يعني بأنه هذه هذا يعني بأنه ما سمي بالربيع العربي هذا حق مشروع طالما هي تم انفجار هذا الربيع العربي إن شئت من الداخل من هذه البيئة السياسية من داخل الدول. هذا يعني لم يكن هناك من إنفاق للمليارات وليس هناك من دول داخلية وليس هناك حرب على أرض لا سورية ولا يمنية ولا حتى ليبية. لا، أنا أقول ما هي الأسباب التي جعلت هذه الدول تعيش هذه الأزمات، ولكن لما وقع ما وقع فالمؤامرة الخارجية، الوطن العربي كله مستهدف من زمان ليس في هذه السنوات فقط، كل بلدان العربية، كل البلدان التواقة لأن تبني دول قوية بقدراتها بإمكانياتها وتبحث عن دور إقليمي، تبحث عن أدوار جديدة، هناك أجيال جديدة تطمح إلى أن يكون لها رأي ويكون لها أيضا دور في المنطقة. يا سيدي ساركوزي الرئيس الرئيس الفرنسي ساركوزي قالها لرئيس المجلس الوطني الليبي سابقا، كان على متن الطائرة متوجهة من ليبيا إلى باريس، قالها بالحرف: السنة المقبلة ستكون الجزائر، يعني بعد سوريا. نحن نتحدث عن مخطط وأكثر من ذلك. لم طرح يقول الرئيس ساركوزي فقط في القمة العربية أيضا القطري قالها. لم يقلها الرئيس ساركوزي، ليس الوحيد الذي قال بأن الجزائر سيكون طيب لها. إذا هناك مخطط مؤامرة خارجية من الدول العربية، هناك الكثير، هناك الكثير من الأخطاء. هناك نعم المؤامرة الخارجية قائمة. نعم قطر قالتها أيضا. قل لا أسمي، ولكن نحن في الجزائر نعرف أسمي. من كانت له اليد الطولة في الإنفاق وفي تمويل وفي إسناد العمل الإرهابي في الجزائر في سنوات. الجزائر كانت تستجدي الدول العربية أن ترفع يدها فقط، فالجزائريون قرأوا الدرس جيدا، وهذا لا يعني أن الجزائر بعيدة وليست أنها مستهدفة ولا وضعها الداخلي أيضا وضع منيع. بالعكس نحن في الجزائر والكثير من العقلاء في الجزائر دائما يوجهون
يوجهون السلطة ويوجهون نداءات تمتين الساحة وتمتين الجبهة الداخلية الجزائر. العملية السياسية في الجزائر أيضا أفرغت من محتواها. الآن نحن نعيش أحادية بحزبين، وحادية بواجهتين سياسيتين. عملية التزوير تطال العملية الانتخابية بحيث أفقدتها. نحن لو نكمل بهذا المسار، لو تكمل السلطة وممارسات الأحزاب السياسية الحاكمة الآن في الجزائر بهذا المسار، سنقف يوما إلى عملية انتخابية بمكاتب انتخاب وصناديق انتخاب بدون ناخبين. طيب أين دور العقلاء والحكماء في الجزائر من إنقاذ مصير قد يكون كما تفضلت به، يعني الوصول بالانتخابات إلى هذه المرحلة؟ نعم، العملية السياسية في الجزائر تعيش أزمة، والجزائر تعيش أزمة سياسية وتعيش أزمة اقتصادية مزدوجة. فهذه الأزمة الآن السلطة في الجزائر، ما يهم في هذه المرحلة ليس استسمية ما يقع في البلدان الأخرى. نعم لابد أن نستوعب الدرس، ولكن أيضا إذا رأينا أن كل هذه العوامل الخارجية وكل هذه المستهدفات يعني واقعة وحقيقية ومعترف بها في وسائل الإعلام ومن قبل دبلوماسيين ومن قبل رجال سياسة، فبالتالي ما الذي يجب على الجزائريين؟ لا تكفي هذه التصريحات، وهو أن نلقي اللوم على المؤامرة الخارجية ليسكت الجزائريون عن حقوقهم وليسكت الطبقة السياسية عن مطالبتها بإعادة الحياة إلى العملية السياسية وإعادة المصداقية إلى العملية السياسية. فالواجب هو أن نعي الدرس وأن يكون فيه نوع من قراءة حقيقية لما جرى بالدول الشقيقة. يعني كل ما جرى برأيك هو ضمن الحملات الانتخابية للسيد أويحيى؟ أحزاب السلطة في الجزائر كل ما اشتد عليها الضغط الاجتماعي، كل لأنها تمارس سياسة ولها الكثير من الأخطاء. الجزائر خرجت من بحبوحة مالية كان يعني أنفقت ما يقارب 1,000 مليار دولار، كان يمكنها أن تحدث طفرة اقتصادية وطفرة تنموية شاملة. الأحزاب الحاكمة في الجزائر أثبتت فشلها في الرخاء، وهي الآن تريد أن تسير الأزمة فبنفس الوجوه وبنفس السياسات وبنفس، فبالتالي هي الآن في أزمة خطاب. ولما تفقد مبررات الخطاب الذي تسير به وواقعها أو الذي تخاطب به الشعب، لأنه فيه أزمة حقيقية، فيه غليان اجتماعي. نحن مقبلون على قانون مالية، قانون عقوبات وليس قانون مالية، وأجل هذا القانون إلى ما بعد الانتخاب، وكان مبرمجا أن يناقش في البرلمان قبل الانتخابات، ولكن نظرا لحساسية ما ورد في هذا من ضغوط من حزمة جديدة لقانون المالية ليفرضها من ضرائب ومن زيادات في شتى المناحي الحياة الاجتماعية المواطن، أجل إلى ما بعد الانتخابات لأنه سينعكس سلبا على الأحزاب الحاكمة. فنحن على ما يبدو في الجزائر معروفة هذه المعادلة القديمة الجديدة والتي يعاني منها البعض، وهناك أصوات معارضة واضحة في الشارع الجزائري بأنه لا صوت يعلو فوق صوت رجال الأعمال. رجال الأعمال هم ليسوا شرا على الحياة العامة وعلى الحياة العامة وعلى الحياة السياسية. والآن الجزائر انتقلت إلى مرحلة جديدة، وانتقلت يعني مرحلة الرخاء أفرزت يعني مستفيدين، سواء هذه الاستفادة شرعية أو غير شرعية هذه متروكة للجهات المخوفة. ولكن الجزائر خرجت من ثقافة الاشتراكية والتي الدولة تسير كل شيء. الآن رجال الأعمال، فيه رجال أعمال نزهاء، فيه رأس مال خاص لابد أن يجد مكانه في الجزائر، فبالتالي لا يجب أن ننظر النظرة الشمولية لكل ما هو رأس مال وطني ورأس مال خاص. لا طبعاً لو أرادت السلطة أن تستغل. طبعاً لا دكتور كمال، طبعاً لا، ولكن أسقطت حكومات بسبب المساس برجال الأعمال والمال وهذا معروف. إذا أردت أن تضيف كلمة وباختصار من فضلك، باختصار شديد. باختصار شديد أقول أن الخطاب الذي يجب أن يكون سائدا في هذه المرحلة الحساسة في الجزائر هو خطاب العقل، وأن يعود الجزائريون ليشكلوا لحمة وطنية كما صنعوا المصالحة الوطنية. في هذه المرحلة بالذات وضعنا يقتضي مصالحة مع الذات، ويقتضي شراكة جزائرية وشراكة وطنية يشترك فيها كل أبناء الطبقة السياسية بالجزائر. كل الخير للشعب الجزائري. شكرا جزيلا لك كمال قرابة، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من الجزائر.
انطلقت مباراتان حاسمتان لتأهل تونس والمغرب إلى كأس العالم لكرة القدم في روسيا. تونس تواجه ليبيا كما تواجه المغرب ساحل العاج، ويكفي تونس والمغرب التعادل للتأهل. وأمل العرب برؤية أربعة من منتخباتهم في روسيا بعد مصر والسعودية. نصور قرطاج مهمتهم أسهل بلقاء ليبيا التي لا تملك الحافز في رادس. التونسيون يعدون المباراة بمثابة حياة أو موت بحسب اللاعب يوسف المساكني، ويرفضون التهاون خشية من أي مفاجأة ليبية. الدربي بين الجارتين يخوضه الطرفان بكل جدية. طبعا مباراة الدربي احنا لازم نحضر مباراتنا كما يلزم، نكون جاهزين منضبطين مركزين أقصى ما ممكن يكون. لازم نعرفه أنه مش 60,000 اللي موجودين في الملعب فقط، لا 12 مليون تونسي اللي موجودين في أرض الوطن ولا خارج الوطن، وحتى معناها برشا جالية عربية من بلدان عربية تترقب في المنتخب التونسي وتحب تشوفه في روسيا إن شاء الله بإذن الله. الكونغو الديمقراطية ستكون متربصة، تحتاج إلى الفوز على غينيا بأكثر من هدف وخسارة تونس لخطف بطاقة المجموعة الأولى. المدرب نبيل معلول يعتمد على تشكيلة قوية عمادها علي معلول ووهب الخزري وأنيس بن حتيرة، فضلا عن المهاجمين طه الخنيسي والمساكني. نقطة التعادل تكفي لإنهاء المغرب صياما عن المونديال قارب العقدين من الزمن. مباراة صعبة يخوضها أسود الأطلس ضد المضيفة ساحل العاج في أبيدجان. أربع مشاركات للمغرب في العرس العالمي آخرها عام 98 في فرنسا. يعول المدرب إيرفي رينار على متانة خط دفاعه الذي حافظ على نظافة الشباك في المباريات الخمس السابقة، ويقود الخط الخلفية لاعب يوفنتوس المهدي بن عطية المتعافي من الإصابة إلى جانب لاعب ريال مدريد أشرف حكيمي. وفي الهجوم ستعلق الآمال على حكيم زياش ويونس بلهندة. بدوره المدرب الفرنسي سيكون في مواجهة فريقه السابق للمرة الثانية بعد اللقاء الأول في كأس الأمم والذي انتهى مغربيا، وضد مدرب فيال مارك ويلموتس الذي يعاني غيابات مؤثرة، ولا سيما مدافع مانشستر يونايتد إريك بايي الموقوف، ويضع ويلموتس آماله على المخضرمين سالومون كالو وويلفريد زاها إلى جانب سيرج أوريه في محاولة لانتزاع البطاقة. انطلق في العاصمة التونسية المؤتمر العلمي الثالث للعلاقات بين الجامعات التونسية والعربية والإيرانية. المؤتمر حضرته وجوه علمية بارزة من الدول العربية وإيران، ويهدف المؤتمر إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة وبحث صيغ أخرى للتعاون العلمي. مراد الدلانسي. سبل الاستفادة العربية من التقدم العلمي الإيراني هدف المؤتمر العلمي الثالث للعلاقات بين جامعات إيران والعالم العربي. حضور سياسي وأكاديمي لافت للعرب والإيرانيين واستعراض لواقع التعاون العلمي. نصر على توسيع وتوطيد هذه العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الأكاديمية. ولابد أن أقول أن المستوى الموجود ليس مقنعا، ولابد من تخطيط لتوسيعه في مختلف المجالات. سبع اتفاقيات موقعة بين الجامعات التونسية والإيرانية لكنها لم تفعل. إشكاليات ناقشها المشاركون وأكدوا خلالها ضرورة الاستفادة من التقدم العلمي الإيراني وتجاوز المعوقات السياسية والإقليمية. بين الأكاديميين بين الجامعين هناك لغة واحدة علمية مشتركة، وهذه اللغة المشتركة هي التي تيسر التخاطب بعيدا عن التوترات والتمزقات والاختلافات وغير ذلك. وحقيقة لم يأتي هذا من فراغ، وإنما إيران هي أثرت، ومن منذ نشوء الحضارة الإسلامية كان الكثير من العلماء الإيرانيين تأثير في الحضارة الإسلامية. المشاركون أجمعوا على إعجابهم ودهشتهم إزاء مستوى التقدم العلمي للجامعات الإيرانية. هناك عدة اتفاقيات بين جامعة حلب وكان آخرها مذكرة تفاهم بين الدكتور علي أكبر ولايتي وجامعة حلب، وكان لهذا اليوم التاريخي له تأثير كبير في أن يستمر التعاون بين جامعة حلب والجامعات الإيرانية. الجلسات العلمية لهذا المؤتمر ستركز على أشكال وصيغ التعاون الممكنة بين الجامعات الإيرانية والعربية، وعلى البحث في إفادة البعثات الطالبية إلى إيران. هو المؤتمر الثالث إذن للتعاون بين الجامعات العربية والجامعات الإيرانية، مؤتمر يسعى منظموه إلى أن يكون مختلفا عن المؤتمرين السابقين لجهة الشروع في تنفيذ وتفعيل
الاتفاقات الموقعة أصلا بين الجامعات الإيرانية والجامعات العربية. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. إلى العناوين. عودة الرئيس سعد الحريري. الرئيس اللبناني يطالب بعودة الحريري من الرياض، وواشنطن تدعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله وآلياته الدستورية. بوتين وترامب يؤكدان ألا حل عسكريا في سوريا، ويتفقان على إنهاء داعش ودعم وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد. البحرين تتهم إيران بالوقوف وراء تفجير خط النفط، والسعودية تعلق تصدير الخام للمنامة. رئيس وزراء الجزائر يتهم بلدانا عربية بإنفاق 130 مليار دولار لتدمير ليبيا واليمن وسوريا. والمزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net. إلى اللقاء.